النمسا تمنح جنسيتها ل26,000 شخص اضطهدتهم النازية. اعتقال إيراني متهم بقتل وتقطيع آخر ورميه في نهر الدانوب. تأكيد حكم السجن المؤبد على مورد أسلحة مهاجم فيينا 2020. ارتفاع عدد حالات الإفلاس الشخصي في النمسا وشركة تسرح 500 عامل. ركلة تنهي حياة شخص بعد شجار أمام حانة. واعتقال لاجئ مختل عقليا قام بتأدية تحية هتلر عدة مرات. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ أن حوالي 26,000 شخص منحوا الجنسية النمساوية منذ عام 2019 من ضحايا النظام النازي. وخلال عرض في فيينا أكد أن الجنسية النمساوية تعيد جزءا هاما من تاريخ هؤلاء الأشخاص الذين فقدوا هويتهم بقسوة، حيث تعتبر هذه الخطوة إشارة إلى الثقة في البلاد، وقد استفاد منها أشخاص من الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا. وكان البرلمان النمساوي قد قدم تعديلا على قانون الجنسية في 2019 لتيسير هذه الخطوة. اعتقلت الشرطة مشتبها به إيراني الجنسية يبلغ من العمر 38 عاما في قضية جريمة قتل إيراني آخر بعد اكتشاف جثة مقطعة في قناة نهرية في فيينا. وأشارت الشرطة إلى اعتقاله في منطقة ميستلباخ حيث يخضع المشتبه به للتحقيق، وذلك بعد أن زادت الشكوك حوله. وفضلت الشرطة عدم توفير تفاصيل دقيقة لأسباب تكتيكية، حيث ترددت التقارير حول شراكته التجارية مع الضحية واحتمال وجود دافع مالي وراء الجريمة، فيما ينكر المشتبه به التورط في الجريمة. أيدت محكمة الاستئناف في فيينا حكم السجن المؤبد لوسيط الأسلحة الذي نفذ هجوما في فيينا في 2 نوفمبر عام 2020. ورفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمه الشيشاني، مؤكدة أن الجريمة كانت مستحيلة بدون سلاح، وكان الجاني قد قتل 4 أشخاص وأصاب آخرين في هجوم مسلح لم تشهد له فيينا مثيل، وحكم على الشخص بالمشاركة في جرائم قتل وانتهاك قوانين الأسلحة. ورفضت المحكمة حجة محاميه بتقديم أن دوره كان تافه، وتأثر الحكم سلبا بسجلاته الجنائية السابقة. ارتفعت حالات الإفلاس الشخصي في العام الماضي بنسبة 8.2%، حيث بلغ إجمالي الإجراءات لتسوية الديون 8,845 حالة في العام 2023. وفقاً للاتحاد حماية الدائنين، كشفت الإحصائيات عن تأثير كبير على الرجال والشبان، حيث شكلت حالات الإفلاس للرجال 61% في الإجمالي. وأتوقع الاتحاد زيادة حالات الإفلاس الشخصي في 2024. وفي سياق متصل، أعلنت شركة بروخا لصناعة المواد العازلة في النمسا السفلى عن إفلاسها معتزمة تسريح أكثر من 500 عامل، حيث تأسست الشركة قبل 75 عاما. قتل رجل يبلغ 54 عاما بعد أن تلقى عدة ركلات من شاب عمره 27 عاما خلال مشادة كلامية أمام محل في مدينة غراتس جنوب النمسا. وفقا لتقرير الشرطة في شتاير، نشب النزاع داخل مطعم بين الشاب والرجل، وتطور الخلاف إلى مشاجرة خارج المحل. وأكد شهود عيان أن الشاب قام بركلة أسقطت الرجل على الأرض، ثم واصل الهجوم وركله، وتعرض الرجل لإصابات داخلية خطيرة وتوفي في الموقع. وقد تم اعتقال الشاب واعترف بتوجيه الركلات، لكنه أنكر وجود أي نية قتله. اعتقلت الشرطة شابا سوريا يبلغ من العمر 23 عاما في مدينة غراتس بعد قيامه بتكرار إشارة نازية والتحريض بتهديدات قوية.
ووقعت الحادثة في محل تجاري حيث قام الشاب بتأدية تحية نازية وهدد بإيذاء المتواجدين في السوق، فيما تقدم الشهود بشكوى للشرطة وتم اعتقال الشاب بعد مغادرته المحل، ويحقق الآن ضده بناء على ارتكابه فعل الترويج للأفكار النازية. ونظرا لحالته النفسية تم إيداعه في السجن تحت إشراف العلاج النفسي الإصلاحي. كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.